هذه الفعالية بناء على مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله. الفعالية طبعا جاءت فكرة الفعالية من عام الخير اللي نظم الفعالية ثلاث جهات: هيئة أبو ظبي للسياحة، سوق القطارة، ومدرسة الأوائل، والنادي المصري. طبعا بمشاركة الهلال الأحمر الإماراتي ومستشفى توام ببث الدم. الفعالية تتضمن عدة نشاطات خيرية، منها التبرع بالدم، منها التبرع بالنعمة والتبرعات العينية. كذلك يوجد مسرح وفي أنشطة ترفيهية للزوار. في عندنا كذلك ما ننسى فريق البايسكل اللي بيشارك بمسيرة تحمل وطن الخير بكل لغات العالم. المبادرة هي تلبية لدعوة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تفعيل هذه المبادرة. طبعا كل الشكر وكل العرفان والتقدير لكل الجهات التي بادرت بتلبية هذه الدعوة الكريمة، باعتبار عام 2017 هو عام الخير في دولة الإمارات. لبينا للدعوة وكانت مبادرة كويسة جدا وفعالة مع سوق القطارة اللي دعمنا وادانا المكان وبادر معانا بالمبادرة دي، والنادي المصري بالعين